بالنسبة لكريستيانو أنا من عشاق الرياضة وبحب أتفرج عليه، هو رونالدو وميسي والناس دي، يعني دي كورة بصراحة بنتفرج عليها واخد بالك بمتعة، زينا زمان كنا نتفرج على بيبو والخطيب والناس دي وفاروق وحسن كان متعة، الناس دي بتتفرج الكورة المزاج، لكن دلوقتي للأسف بالنسبة لمصر مش كورة، فأنا من عشاق كريستيانو وهتفرج عليه ان شاء الله في رمضان هحاول اتابع برنامج كريستيانو رونالدو عشان انا من اشد المعجبين ليه، وان شاء الله باذن الله هحاول برضك اتابع اي برامج تانية هادفه بالاضافه لاقامه الشعائر الدينيه، وده الطبيعي يعني ان شاء الله باذن الله في رمضان ان شاء الله باذن الله يكون برنامج ممتع والناس كلها تتابع. يا عم